السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع صباح الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يصبحنا وياكم بكل خير وجميل، اللهم آمين. بين يدي هذا الصباح يأتينا الوجه الصبوح، وهو وجه شيخنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. حياكم الله شيخ. أخيرتني. حياكم الله وإياكم. الله بكم. ماذا أفعل؟ مذوب بجانبك جدا. رضي الله عنك. وجهك الذي يجيء بالخير. رضي الله عنك، أنت كل الخير. الله يحفظكم شيخ الحبيب. رضي الله عنك. شيخ الحبيب، لازلنا مع هذه السعادة التي الله يسعد قلبك وروحك وإيمانك يا رب. نسأل الله أن يسعدك ويسعد كل ذويك يا رب. نسأل الله أن يفعل أن يجعلك من شاكرين. اللهم نحن وإياكم شيخنا الحبيب، نسأل الله عز وجل أن يسبغ علينا وعليكم نعمه. آمين. ظاهرة وباطنة، وأن يسعدنا وإياكم في الدارين. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب شيخنا الحبيب، لازلنا مع هذه السعادة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السعادة الأبدية. آمين. اللهم آمين. لازلنا مع سبل السعادة، ومن أهم سبل السعادة هي العبودية لله رب العالمين التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا أول تشريف للعبد، أن يكون عبدا ربانيا، ولكن كونوا ربانيين، أن يكون العبد عبدا أواها أوابا لربه سبحانه وتعالى، أن يعلم لماذا خلق ولماذا وجد إلى هذه الحياة. هذه السعادة شيخنا كيف تحصل عليها العبد؟ الحمد لله وكفى وسلام على فضيل الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. حضرتك أشرت إشارة طيبة سهل من راقي في مسألة العبودية وتشريف العبد بأنه عبد. هو شرفه أنه عبد، سعادته أنه تستتم له مقامات العبودية، وأن يعتلي الدرجات ويرتفع في المنزلة عند رب الأرض والسماوات. العبودية شرف الله بها نبيه، هو أشرف خلق الله، وهو أسعد خلق الله، وهو أكرم خلق الله على الخالق. أعظم التشريف كان له أنه شرف بأنه عبد، ولذلك قال أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. فأكل كما يأكل العبد. نعم. وأشرب كما يشرب. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى. وهنا الكلام على التشريف، مقامات التشريف في العبودية. في كل شيء ما نرى إلا أن الله ذكره تشريفا بهذا المقام وهذا الوصف الدقيق، وهي العبودية. عندما قال الله تعالى يعني في المعجزة كما تقول حضرتك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المنزل الحرام إلى المنزل الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهنا هذه في مقام المعجزة ذكره بهذا الوصف، بهذا الوصف بأنه عبد. وأيضا عند التحدي، عندما أنزل كتابا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم دون الله. فعند التحدي أيضا وصفه بهذا الوصف العظيم، وهي العبودية. عند الوحي، والوحي ده أشرف المقامات، ذكره بالعبودية، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فأوحى إلى عبده. والتشريف هنا إضافة، الإضافة هنا إضافة إضافة التشريف. وسبحان الذي أسرى بعبده نزلنا على عبدنا، كل ذلك تشريف. إضافة لإيه؟ إضافة التشريف. حتى في مقام الدعوة اللي هو أعظم ما يسعد به المرء، دي أعظم الأعمال التي تستجلب السعادة. أعظم الأعمال على إطلاق تستجلب السعادة هي الدعوة إلى الله جل وعلا. طبعا نقول إخلاص لوجه الله الكريم، لا يدعو لنفسه لكن يدعو إلى الله جل وعلا، هنا يجد سعادة تامة وبيدعو إلى الله جل وعلا. لكن كلما دعا المرء لنفسه كلما كان الخسران مبينا.
قال الله تعالى ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه إيش لبدا. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه إيش لبدا. فهو قال قام عبد الله يدعوه، ففي مقام الدعوة أيضا قال بالعبودية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تشرف بها عندما قال له لا تطلبني كما أطلب نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله. طبعا الفائدة من عبد الله والرسول هنا في هذا الباب جمع بين العبودية وبين الرسالة لأمرين. الأمر الأول أنه عبد، تشريفه بأنه عبد وليس ربا يعبد من دون الله جل في علاه، كما الذين فيهم الغلو في النبي وهم يقولون ومن جودك الدنيا وضرات ومن علومك علم القول اللوح والقلم، يعني ما ترك لله شيء، مالي مالي سواك، أو قال مالي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث، عند نزول حادث الإيش، يعني لما تجد الزلزال والرشفة ما لنا سواك، فين الله جل في علا؟ أين الله جل في علا؟ هو شو غلو هنا؟ قال لا 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 اقطعوا الغلو، إنما نعبد. لما دخل عليهم فقالوا أنت سيدنا ابن سيدنا، قال إنما سيد الله، قطع الباب. ما هو سيد الخلق أجمعين، هو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صح بيدي الواء الحمد، لكن أنه المسألة مسيس الغلو اقطع باب الغلو، إنما أنا سيد. فقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان، هذا حفظ جناب التوحيد، حسم المادة وسد الزريعة. لا أقصد أنه قال عبد 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 ليس ربا يعبد من دون الله جل وعلا، وهو عابد لله جل وعلا ورسول. رسول هنا من أجل أن تعلم أن له رتبتان، رتبة العبودية ورتبة البشرية، ورتبة الثانية رتبة إيش النبوة. رتبة النبوة تستدعي وتستلزم من عباد الله جل وعلا الانقياد التام والاتباع والتوقير والتعزير والتبجيل، لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، تسبحوه هذه إفرادا لله جل وعلا، تعزروه وتوقروه هذه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لابد أن تجمع بين الرتبتين عندما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد ليس ربا كما قالت النصارى، وهو رسول ليس كأحد الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالإشارة هنا إلى أن تمام الشرف بالعبودية، فتمام السعادة أيضا بالعبودية لرب البرية. ترى القلب يهفو إلى الله جل وعلا فتستتم السعادة، لأن أصل السعادة سعادة الروح، ليست ابتسامة الفم أو بريق العين. وبريق العين هذا بريق زائف وبريق أصيل أيضا. والبريق الزائف هو الضحكات المصطنعة والقهقهة المصطنعة أيضا، والسعادة التي ترسم على الوجه المصطنعة تعطي بريقا في العين لا يؤثر. أما لم ترد الابتسامة من القلب ومن الروح بريق العين يؤثر حتى في القمر، أو كأنه اكتحل أو كحل عين القمر في هذا الباب. فنقول في هذه المسألة هي العبودية الحق التي استتمت عند العبد تعطيه السعادة التامة. فحقيقة الأمر شرف وسعادة تامة إذا حقق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأقول تتمت وأيضا أنك لن تتعبد الله إلا بالسنة، لأنك لا تستطيع أن تعلم ما الذي يحبه الله. ما إذا قلنا مادة السعادة العبودية فواجب علينا أن نعرف العبودية، ما هي العبودية؟ لأن في ناس أصلا نعم بتتعبد، لأنك بتعبد على إيش؟ الهوى الذوق الوجد، أو يقول حدثني قلبي عن ربي. وده صاحب ترتفع العبادة عندما يصل إلى اليقين، يقينه هو مش اليقين المشروع في هذا اللي هو جاء الشرع بتسميته وهو الموت. فهو الحاصل هنا إذا قلنا العبودية، ما هي العبودية؟ العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. طيب اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، كيف نعرف ما يحبه الله جل وعلا؟ لا يمكن الوصول إليه إلا بالواسطة بالرسول، صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن أصلا يبقى إذن كل عبادة يحبها الله جل وعلا لابد لها من نص، النص فين؟ السنة. يبقى لن تستتم العبودية إلا بالكتاب والسنة وأن تعبد الله وحده لا شريك له. فإذا قلت ذلك أن العبودية لا تتم إلا بهذا، فلابد أيضا من التوحيد الثاني وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أردت السعادة، سعادتك لن تكون إلا في ذلك، لن تكون في هذا بحال من الأحوال. قلنا تستتم عبادتك بأن تأتي بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وهو التابع للكتاب وللسنة، لا يكون إلا كذلك، إخلاصا مع تمام توحيد العبادة مع تمام توحيد الاتباع. وهذا يجمعهما قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال فضيل بن عياض أخلصوا أصوب، قالوا يا إمام ما أخلصوا ما أصوبوا؟ قال إذا كان عمل إخلاص الوجه الله الكريم ولم يكن صوابا
لم يقبل. إذا ما في سعادة، ما في سعادة، صحيح ولا لا؟ لأن وأنا أقول سعادة الآخرة تؤثر على سعادة الدنيا، تعيشوا في الدنيا مرتاحة سعيد القلب والروح، وده أهم سعادة. ما يفيدك أن تبتسم وأن تأكل أكل الطيب وتلبس طيب وأنت القلب مليء بالأشجان، مليء بالهموم، مليء بالأحزان؟ هل في سعادة حقا؟ ما في حتى الابتسامة التي ترسم زائفة، لا، ولا تعيش طويلا. لكن كلما سعد القلب سعدت في الجوارح. قلب، القلب هو مادة سعادة حق. فإذا أسعدك في الأخير لابد أن يسعدك فين؟ في الدنيا. فأوادي لا تأتي إلا بتمام الإتيان بما أمر به الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال يبلوكم أيكم أحسن عمل، قال فضل المعياد أخلصه وأصوبه. قال لما أخلصه، قال إذا كان عمل إخلاصا لم يكن صوابا لم يقبل، يبقى لا سعادة. يبقى إذن كل مبتدع ضال هو في تين وتخبط وفي هم وغم وليس في سعادة بحال من الأحوال. وأقسم على ذلك غير حانس، كل مبتدع ملئ بالهم والغم والحزن لكنه يبتسم للناس ابتسامة مزيفة. ورب العزة ما عندي ريب ولا أدنى شك بأن كل مبتدع مصاب بالهم على قدر بدعته ومصاب بالغم والحزن في قلبه، يعني ما يعلم به إلا الله جل في علاه. كلما حاد عن السنة وكلما ابتدع في دين الله فلا، فالهم والغم يلاحقه في كل مكان، في كل مكان الهم والغم يلحق. وإلا حتى لو انشغل أو شغله زي في الدنيا في هذا الباب لا يستطيع يقاوم الذي في الداخل يقتله هم يأتي به للبدعة، لأنه ما ازداد عبد ببدعته اجتهادا إلا ازداد من رب العباد إيش؟ ابتعادا. إلا ازداد من رب العباد ابتعادا. فإذا نقول أخلصه وأصوابه، إذا كان أخلاصا ليس صوابا يعني ليس متبعا فيه السنة لا يقبل، وإذا كان صوابا متبعا فيه السنة لكن الوجهة والمكان والممدحة والسلطان والمال في هذا الباب، يعني ما كان أخلص رجل أكيم لا يقبل. والله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن شرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى الله به ومن سمع الله به. المسألة عظيمة، أخوف ما خاف عليكم، أخوف ما خاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. فقالوا ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال كدبيب النمل الرياء، يقوم يحسن في العبادة فإذا رأى مكانه الناس فأحسن العبادة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم إيش؟ مقفين، يراؤون ويمنعون المعون. هذه خلة من خلات المنافقين. فإذا هو لابد له من الإخلاص ومن المتابعة. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن عندنا في هذا الباب تمام السعادة بتمام العبادة، وتمام العبادة والعبودية لا تكون إلا بإخلاص في القلب مع شدة متابعة بالجوارح لنعلم ما يحبه الله ويرضاه عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن تستتم السعادة بجلاء السنة والعمل بها، وتستتم السعادة بإخلاص القلب للرب سبحانه وتعالى، فلا يلتفت القلب لغير الرب. هذه مادة السعادة، من كان كذلك يعيش هنيا في الدنيا. طب ما دليلك يا أستاذ؟ قال الأستاذ قد قال ربنا جل في علاه في كتابه البيان القرآن بإحسان، حيث قال من كان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمل بقى وهو مؤمن. أنا القيت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيب. إذا هو مؤمن مخلص صادق لله جل في علاه، يبقى عمل صالحا يعني اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو القائل سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. آية الاختبار إيه؟ وآية الاختبار هنا تتم السعادة بالمغفرة، صحيح ولا لا؟ صحيح. أن تعلم أن الله غفر لك من تقدم من ذنبك. الرجل دخل في الإسلام قال إن الذي تقوله حسن، فقالوا عن أنفسهم قتلوا كثيرا، قتلوا فأكثروا القتل، شربوا الخمر فأكثروا الشرب، وسرقوا الناس، سرقوا الناس فأكثروا السرقة، فهل لهم من توبة؟ فأنزل الله جل فعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيء. ما فيش مغفرة، مش مغفرة، انظر بقى. ولذلك تمنوا أن يستكثروا من السيئات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. هذه تمام السعادة حقا التي يتمناها كل امرئ. ولذلك تسعد المرأة جدا وهي تجلس وبنتها الصغيرة تلعب معها بجانبها فتراها تصلي فتصلي مثلها،
المرأة سعادة قلبها لا لا يمكن أن تتصور ولا يمكن أن تحكي عنها أو تقصها للناس، وهي ترى ابنتها تركع مع الركوع وترفع مع الرفع مع الرفع وتسجد مع السجود وتدعو وتستغفر كما تدعو، أنت عارف حركاتها بس بالإصبع سواء قال بالتحريك أو قال بالإشارة في هذا الباب، أسعد ما تكون هي ترى ابنتها وهي بجانبها تفعل ذلك، وأسعد ما يكون الرجل عندما يمشي الرجل المسجد يجد ولده خلفه يقول أريد أن أذهب المسجد معك، فيراه بجانبي مسح يمسك المصحف وهو يفتح. هذه السعادة الحقيقية التي تملأ البيت بأسره بركة ونعمة، والسعادة الحقيقية أن الأولاد يكونون على فخر، ليس فخر في أمر الدنيا، ماشي أمر الدنيا يحصد نعم وينشغلون ببناء الدنيا نعم لا يتركونها، لكن أقصد لابد من إيش من 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 السعادة الداخلية التي تنضح على الجوارح بسعادة القلب، وسعادة القلب لا تستتم بحال الأحوال إلا بتمام المهمة، إلا بتمام تطبيق وتنفيذ المهمة بالإخلاص لله جل في علاه مع المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. ومن كان في ضلال كان في عمى، ومن كان في ضلال كان في تعس، ومن كان في ضلال يخشى على آخرته أن يهوي في النار. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد حتى أدروا ما يوعدون. والمسألة عظيمة ليست بالهين. نعم شيخنا، كذلك يعني مسألة المتابعة هذه نحتاج فيها من الإكثار. نعم. في هذه الأوقات، لأن نحن نرى يعني ابتعادا كبيرا جدا عن تقفي آثاره صلى الله عليه وسلم ولزوم غرزه، وكذلك يعني الافتيات عليه، وكذلك يعني عدم والبعد عن هديه وعن سنته التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجلي ما كان فيه من عماء في الجاهلية. نعم. كذلك يعني لما ننظر إلى الصحابة وكيف أنهم كانوا أكثر الناس تأسيا بهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما مثلا صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لو جعلنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه عبد الله بن عمر، لم يقاربه حتى ما لم يقاربه، مش لم يدخل منه، صحيح لم يقاربه، صحيح لما قال لو جعلناه للنساء لم يقاربه، صحيح أعجب من ذلك أنما قال اجلسوا، صحيح ابن مسعود في الخارج ليس في الداخل، جلس خرج النبي يجد ابن مسعود ابن أم عبد ما الذي أجلسك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. وكذلك أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف كما في الصحيح حديث عبد الله بن أبي أوفى أو الحذف فنهى عنها عن ذلك بسرعة. وقال أنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يكسر السن ويفقأ العين، ثم إن عبد الله رأى رجلا يخذف من بني عمومته يخذف بعد ذلك فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف ثم أراك بعد ذلك تخذف والله لا كلمتك بعد، وقال ما كلمه حتى مات. حتى مات شوف هجران المبتدع، صحيح هجران ده مش مبتدع، صحيح هجران مخالف، هو بس فقط وجد منه أنه خالف، صحيح ظاهرا، وهو ما جعل نصب هذه المخالفة ما كان في تصوره أصلا. نعم. وكان بيخالف مثلا أمر لكن هو فعل ذلك وليكن على لما قال له النبي نهى فكان عليه أن يكون مطوعا تاما الطوعية، والسعادة في ذلك أقوى مما تكون، لأن شوف أسعد الناس كان ابن عباس، كان عبد الله الأربعة، كان عبد الله بن عمر بن الخطاب، لأنهم كانوا يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان أراد السعادة، لأن بالسعادة تكون فيها تمام الحرية من قيد الشيطان، ويكون تمام الحرية من قيد النفس في الإنسان، فلا يمكن أن يتحرر من عدوين لدودين عظيمين في هذا الباب، لا يتحرر منهما قط إلا بتمام التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده تعليم من أبي هريرة عندما تكلم ابن عباس بين له الطريق والذي رسمه ليسير فيه، عندما قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست منه النار. نعم صحيح. قال انظر يا أبا هريرة، نعم. يعني يمكن الحفظ وصل معك في شيء، انظر إذا سنتوضأ من الحميم الماء السخنة، نعم يعني ما هنتوضأ منه. قال له نعم. شو بقى وش قال بقى؟ شو التعليم بقى والتأسيس والتأصيل في هذا الباب وسعادة القلب في هذا؟ صحيح. لأنه أصلا ما في سعادة إلا التمسك. وبعدين أنا أريد أشير إشارة أخرى، أن طلبة العلم، أنتم تريدون العلم، ما في علم إلا في الكتاب والسنة. ولذلك لا تسعر علم، أنت عشت عمرك بأسره وأنت تقول العلم بأنك تجلس تسمع كلام الرجال وتقف عنده دون أن تحتك بمن يصل بك إلى الكتاب والسنة، لم تكن متعلم ولا علم. المقلد باتفاق العلماء، نقل الاتفاق ابن القيم ابن تيمية ابن عبد البر، كثير من العلماء نقلوا بأن المقلد ليس بعالم بحال من الأحوال، ما عندوش علم. والشعبي عامل مش رحيل تعلم شعبي، وإن كان من أهل الكوفة لكنه كان رجلا إيش يعني راب يعني كان فحلا من الفحول، وأي قامة قالوا له كيف بلغت هذا العلم؟
الرجل ما كان يتوانى في العلم. صحيح. قال بصبر كصبر الحمير. صحيح. وبكور كبكور كبكور الغراب. صحيح. الشعبي كان يقول العلم حدثنا أخبارنا أنبأنا وإلا فخل وبقل. يبقى ده الموضوع. ولذلك الشافعي في ديواني قال العلم حدثنا أخبارنا أنبأنا وإلا فوساوس الشيطان. هلاوس الشيطان ليس علما. فهو هنا أصلا المسألة مسألة الحديث والسنة العلم فيها. لذلك قال أبو هريرة وده إن شاء الله أرجو أن يكون بيننا لقاء الكلام على الفوائد العظيمة الفقهية والحديثية والأصولية بالأثار ثبتت عن النبي المختار كلاما تفصيليا في ثراء يعني علمي في كل شيء بإذن الله تعالى. أنا الذي أمتلئ شرفا بهذا مع حضرتك. فيقول له أبو هريرة يا ابن أخي شوف بقى شوف التعليم هنا ودي أثرت في ابن عباس جدا. صحيح. لذلك اشتد جدا على من خالفه. صحيح. عندما يتمثل بالسنة. صحيح. يعني هو بعث إلى علي وعبد الله بن الزبير في مسألة شديدة على مسألة السنة. هو قال أبو هريرة يا ابن أخي حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ما تقصش عن نص. وإنه بقى أنت ارجع بقى للذين يقولون التراث والعلماء سلسلة العلماء في التراث هم يعلمون هذا الحديث. أنت جاي الآن تحجنا بهذا الحديث هم قد اطلعوا على هذا الحديث وقتلوه بحثا وطلعوا فيه وارتفعوا. ماذا الذي يحدث؟ طب خلي التراث على ما هو. أنا حديث النبي واجب عليك أن تقول سمعت وطعت. واجب عليك أن تقول أعمل به. هذا الذي يجب عليك باتفاق الأمة. أنه لو ظهر ده النووي نقل ذلك. النووي نفسه المذهبي نقل ذلك وقال لا يحل العالم أن يطلع هذا الحديث ولا أعمل به. انتهى الموضوع ظهر النص. نعم. خلاص. إذا جاء نور الله بطل معقل نهر معقل. نعم. فقال ابن إيه؟ ابن أخي إذا حدثك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. صحيح. ما في يقول سمعت وأطعت. صحيح. على حبا وكرامة على الرأس. صحيح. والعين والرأس وما كان ولذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولوا طيب سمعنا وأطعنا. ولذلك ابن عباس قال لما قال لهم بالمتعة فقال الله أبو بكر يقول وعمر يقول اشتد غضبه جدا وقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله تقول أبو بكر عمر. لازم نفهم هذه المسألة. المسألة على وجهها هو أن تمام السعادة في هذا الباب أن نعيش كما عاش هؤلاء القوم كانوا أسعد الناس. صحيح. وتملكوا الدنيا بأسرها. نعم. وأدوا المهمة عبدوا العباد رب العباد. حتى الشافعي شيخنا كما لخف على شريف علمكم برضو لما قاله رجل حديثا فقال له تأخذ به تقول به تقول به تقول به أرأيت في وسط زنارة أرأيتني خرجت من الكنيسة أرأيتني خرجت من الكنيسة يقول قال رسول الله ما لي لا أقول بما قال رسول الله. صحيح. وهؤلاء قوم سعدوا حقا. صحيح. أسعدهم الله بتعظيم النبي وتعظيم سنة النبي. أسعدهم الله بتعظيم القرآن وحفظ الحروف والعمل بالحدود. أسعدهم الله بأنهم أعطوا المهج لله جل في علاه. شوف أنت أصلا تعال انظر كيف يتمثلون في قوله سلم أرحنا بها يا بلال. انظر كيف كانوا يفعلون. معصوم عفان يختم القرآن بأسره في ليلة واحدة ونزلت فيه وفي أمثاله وأطرابه قوله تعالى أمن هو قانت آناء الذي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون. صحيح. لا يا ربي لا يستوي بحال من الأحوال. صحيح. ومثله مثل عبد الله بن الزبير. عبد الله الزبير كان يتصلى انتهى ما في ما لا يلتفت بحال من لما قطع رجله عروة لكن عبد الله شو عبد الله كان يصلي وجاءت حية كبرى. نعم. صحيح. والطفل الصغير بجانبي. صحيح. فالتفت حوله بيوتات سبعة البيوتات بأسرها في الحي قاموا ولم يقعدوا الحية تلتف وهو يصلي ما تحرك. إيه؟ ما تحرك. نعم. وطبعا المصيبة الكبرى لما جاء الحجاج عليه من الله ما يستحق. إنا نتمثل بقول الذهبي اللهم إنا نتقرب إليك ببغض هذا الرجل نصبه ولا نحبه. إنا نتقرب إليك ببغض هذا الرجل. نعم. جاء بالمنجنيق. إيه؟ ورمى الكعبة. نعم. هو كان يصلي أمام الكعبة فجاءت المنجنيق على لحيتي ثم على صدري ولم ينطفت نزلت على وركي ولم ينطفت لم يتحرك ويصلي انتهى. عروة أخوه كان لما الأكلة ضربت في رجله دبت في رجله قال لهم يعني قال لابد أن تشرب خمر. قال ما قال لا حتى لا تشعر لابد تشرب خمر ثم إيش يعني نقترها. قال لا تفعلوا والله لا أشرب خمر. ثم قالوا ما نفعل وإلا يعني الموت يكون قريبا منك. نعم. قال إذا دخلت في الصلاة فما همتكم في ذلك. نعم. يعني أنتم ورجلي طبعا هو بيت طاهر ونسل مبارك الله أكبر. نعم. كذلك شيخنا
معروف جدا ما راه البخاري في صحيح أن عبد الله بن عمر لما حدث أولاده وأبنائه فقال لا إذا استأذنت أمة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لما قام أحد أبنائه بلال نعم فقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا دغلا، فغضب عبد الله وحصبه فيه وقال أحدثك عن رسول الله وتقول لنمنعهن؟ والله لا كلمتك ولا رأيتك بعد اليوم. فعلا لم يدخل عليه حتى مات. وذلك استشكل الحافظ حجر كيف الهجران هذا وطول، فقال كان موته قريبا وأراد يخرج مخرج فقال كان موته قريبا. وطبعا أصلا هذه المسألة مسألة نظرة مقصدية في مسألة المقاطعة، مسألة الهجران من أجل انتصار للسنة نظرة مقصدية، وهجران حتى أهل البدع نظرة مقصدية تأصيل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كابين القاعدة كلية لا يهجر المسلم أخاف فوق ثلاث. لكن هو نشوف انظر حتى المنافحة هنا كانت عن إيش. ابن عمر رضي الله عنه لما قال له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله قال لا نمنعهن، يعني هو يجابه كان بقوله يجابه النبي صلى الله عليه وسلم يجابه النص. هذا كان المعاتبة الشديدة، ويقال انه وكزه في صدري وقال لا كلمتك، يقال انه قال لعنة الله عليك. المسألة ليس بهن على سنة هو كان يجابه، مع اننا لو نظرنا نظرة أصولية هنا المسألة ما فيها شيء، هو بيفهم النص لانه الاذن لهن في المساجد ليتعبدنا، لكن اذا دخلت المرأة كما يحدث بها في زمننا هذا وهي دخلت كلها الموضة والنعل والجزمة وأسف اللفظ يعني أجلك الله، والمرأة التي كانت تسير والنقاب اللي كان مخلوع، يعني المهم كلام في في حتى في قالت عائشة ما قالت سرسرة. يعني هذا هو رسول الله هذا هو هي بتقول بنقول إنه نظر إلى مسألة فهم النص ومقصد نص أن تخرج المرأة لا تمنع لأنها تتعبد. فهو بيقول حتى هو بين لابن عمر عشان يبين له عذره قال إذا لاتخذناه إيش دغلا. لكن المشكلة الكبيرة كانت عند ابن عمر أنا قلت قال رسول الله لا تمنع دخول أمنع تقف مقامك موقف مقام الرسول فاشتد عليه بذلك. يعني إيش قال ده الحصني الدمشقي يقول بذلك يقول وفي زمننا هذا لا يصح ولا يجوز أن تخرج المرأة إلى الحياة ولا يخرج، مع أن السلام أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور أشد الخير وتكبير صح كده. قال لا لأن الآن في زمان الفتنة المرأة تخرج بتخرج لتبدي زينتها مش لتخفي زينتها وقال ويعني يتخذناه دخل. فهو بيقول ذلك فعلست معه في مقال لست معه. هو بيقول زمان فتنة فهو عمل حتى بأصلا ليس في أصول الشافعية، من أصول الشافعية سد الزريعة، لكن الحقيقة أنهم يطبقونها عمليا، سد الزراعة يطبقونها عمليا فهمنا حضرتك. فأنا أقول يعني حتى لما قالت عائشة كذلك أبقى الله الحكم ولا ما أبقى أبقى صحيح. حتى أصلا لما فسد الزمان عروة بن الزبير لما قال لامرأتي لا تخرجي قالت لما لا تخرجني تمنعني قال لا أمنعك لأنها تجابه بقول السلام لا تمنع إماء الله مساجد. فهو أراد أن بالحيلة أن يوقفها أنها ما تروحش، هو شايف أن الزمان فيها فاختبأ وراء الشجر ويراح المسجد غمزها بيده وضعه على جسدها خرجت رجعت مفزوعة. بعد انتهاء الصلاة جاء عروة بن الزبير فقال لها يعني بيقول لها يعني ما الذي ردك لما رجعتي قالت فسد الزمان فسد الزمان. فأنا نقول هو بينظر هذه النظر، لكن هذه النظر أيضا لا تفيد أنه يجابه كلام النبي عظم كلام النبي بعد ذلك ننظر في النظرة المقاصدية. لكن هذه أيضا كما قلنا سعادة المرء بأنه يكون يعني يكون منقادا انقيادا تاما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا الله بطل مهر معقل. وهذا كثير في الصحابة التعظيم أبو بكر يخشى الحيد عن السنة فيزيغ قلبه إيه؟ قال أخشى أن يزيغ قلبي. يعني شوف زوغان القلب أنك تحيد عن سنة ظهرت سنة فتركتها أو قلت يعني علماؤنا أعلم بهذه السنة وهم أعلم بتفسيرها مش هتأتين أنت بفهمك تسيطر علي أنا أخذ فهم الأئمة. يا أخي قال رسول الله عظم هذا القول، يا أخي أعلم أن أنت مش متعبد لا بالقول الشافع ولا مالك ولا أحمد ولا أحد من هؤلاء، أنت متعبد لا بإيش بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما انت تأتيني وتقول لي على علة عليلة يعني انت تأخذ الأحكام من الحديث سنبين إن شاء الله بإذن الله نلتقي معه في الحديث بإذن الله تأخذ الأحكام من الحديث. قلنا لو أوتي المرء بالآلة وقوالب الفهم حي هلا، لأن العلم أصلا قال لا قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين القوم
فقيه. إذا أستدعي هنا الأدب التام التام وسعادة الشافعي فوق سعادة أي أمرين، عندما جعل الله له الكلمة على إسحاق، لما دخل إسحاق وقال له على سكن مكة وقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان، الزبير لا يرى ذلك، حدثني فلان عن فلان، وأتى بكثير من الموقفات يعني. فشافعي تعجب، لأن شافعي قبلها قال له في سكن مكة أنه يجوز ويمتلكها ويؤجرها، فقال له واستدل على ما يقول، قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أين تنزل قال أين أنزل، هل ترك عقيل لنا من ديار أو من ديار، لأن عقيل كان كافرا، فهو مات أبو طالب كافرا فهو الذي ورثه، فتحكم في البيوتات فباع واشترى وما في شيء. فالنبي أقرب كده ولا ما أقرب أنه قال وهل ترك لنا عقيل من شيء، لو ما كانش هو يتملك ويبيع ويشتري في هذا المبلغ قال له نعم سأنزل بيتي وبيعات عقيل إيش باطلة. قال له هل ترك لنا، يعني هو تصرف في ملك، كان مالكا وتصرف في ملك. هذا قبل ما يسلم والله الحمد والمنة رضي الله عنه وأرضاه. إسحاق لم يصل إليه فهم الحديث، فعارض الشافعي سريعا بالآثار التي كان يحفظها وسردها سردا. انظر بقى إلى ما هي السعادة في قلب عالم عندما يعلي الله جل وعلا بتمسكه بالسنة، وأن الله يجعل الغلب له بتمسكه بالسنة. قال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق. قال إسحاق من؟ قالوا إسحاق بن راهويه. قال أنت فقيه خراسان؟ قال يزعمون. فقال له ليتني بك طفلا صغيرا أحرك أذنك أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وعلان. ما في قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستتم السعادة هنا. وأنا أعرف أيضا كيف أكون مقبول، ما أنا أكون سعيدا إذا كنت مقبولا عند ربي. من سقط من عين الله من يرفعه؟ وين السعادة التي سيسعدها هو سقط من عين الله جل وعلا؟ كل هؤلاء الكفر الفجر الذين حادوا عن الله جل وعلا وتجبروا وتكبروا على ربهم جل وعلا، أنا سعادته، أنا سعادة فرعون النمرود، أنا سعادة قارون، أو قارون امتلك الأرض بأسرها مال، أنا سعادته. وفي النهاية لا سعادة ولا نجاة، قصف به الأرض. أين سعادة همان؟ أين سعادة كل من طغى وبغى في الأرض؟ أين سعادة أبي جهل عتبة بن ربيعة؟ هؤلاء شوف النكاية، يا عتبة يا أبا جهل إني قد وجدت ما عدين ربي حقا، قال وجدت ما عدين ربكم حقا. وعمر يقول له أنت تخاطب يعني عظام قد بليت أرمت، قال له ما أنتم بأسمع لي منهم، نكاية هو نكاية فيهم. فحقيقة الأمر سعادة البيت استقامته، استقامة البيت على العبودية الحقة لله جل وعلا، ولا تتأتى إلا بعظيم الاتباع، توحيد الاتباع مع توحيد العبودية لرب البري. نعم، يعني كذلك شيخنا، يعني احنا نريد أن نقول بقى إن فعلا مكمن السعادة في البيت المسلمي أن يكون على أركانه. أي نعم. أركانه على أسس العبودية. أي نعم، العبودية والكلام على العبودية الحقة لرب البرية سبحانه وتعالى. نعم. وأي انحراف فيها يقلل من قدر السعادة التي تكون. نعم، لأنه احنا قلنا سعادة البدن أين هي؟ بوجود سعادة القلب. صحيح، سعد القلب تسعد الروح بأسرها، تسعد بسعادة. أي نعم. فكذلك تمام، محتاج يعني محتاجين برضو كذلك ان البيوت يخيم عليها الاتباع، ان الرجل يعني يكون متبعا حتى ياتسى بها اهل بيته. نعم. زوجه الاولاد، لان الرجل بالنسبه لاهل بيته هو قامه وهم يرون فيه الاسوه. نعم. فبغي كذلك ان يكون قوام هذا البيت على هذه الاسوه، اسوه ان يقتدي الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يأخذ من حياته صلى الله عليه وسلم ويطبقها على حياته حتى ينعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا فإحنا عايزين البيوت يخيم عليها الدفء والحب والاطمئنان والسكينة والراحة والهدوء حتى ننعم. هذا هو. نعم. وأنا أقول أيضا من تمام السعادة، يعني هل سيحدث في البيوتات استقامة تامة دون اختلافات؟ لا. دون وقوع المناوشات أبدا. لكن احنا نقول شوف حتى تمام السعادة في هذا الباب، خلاص النزاعات وقعت، المناوشات وقعت، عند الاختلاف في أرض صلبة موجودة. إيه؟ الحلول فيها أسهل ما يكون. هم يستعصي الحل في المناوشات هذه والاختلافات هذه بإيه؟ بسبب أنهم لم يلجأوا إلى طريقة الحل الصحيح. فإن تنازعتم فردوه إلى الله. قال الله تعالى وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، انتهى الموضوع. وانت أخذ الأمثال الكثيرة، كل نزاعات الصحابة تحلت فين؟ صحيح، عند النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، حتى المسائل التي المرأة تكون لها كلام فيه، دخلت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طلقني زوجي فبت طلاقي. اي نعم. فتزوجت بعده
رفاعة يعني. نعم. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. الزبير. وإني معه كهودبة الثوب. حتى صرخ الصاحب قال يا أبا بكر أترى ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنا أخذ ثوبها وأشارت به يعني تبين أنه يعني يعني في ضعف أيضا في الإقبال عليها. فقالت إني معه كهودبة الثوب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجب النبي. قالت ولدينا أن ترجع لرفاعة لا حتى تذوق عسيلات ويدوخ. أقصد الحلول جاءت. هند بنت بنت عقبة عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شح بيسيك نعم لا 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 أستطيع أن أخذ مالا يكفيني وكفي أولادي إلا أن أخذ من غير أن يعني خذي من مالي وولدك بالمعروف. الحلول كلها جاءت هنا صحيح. فلذلك كل الاختلافات حتى أم سليم لما جاءت وسألت هل على المرأة بالغسل أي نعم وهي المسألة كلها كل الاختلافات أو النزاعات تعالى اجعل الأرض الصلبة فيها الحلول صحيح. أين هو منك وجنتك ونورك نفسي. لكن لو أتت بقى بالكبير كبير القوم هو لا يعلم شيء بالشرع أو نظرت إلى كل هذه في بقى تتفاقم إيه؟ وطبعا هي أصلها كلما خرجت المشاكل إلى الخارج كلما كان الأمر فيها نفسي. فأنت لك دائرة واحدة تدخل فيها يعني هي المرأة لو لبيبة تقول له اختلفنا إيه؟ الشرع يحكم بيننا صحيح. صاحب الشرع يقول له إيش سمعت وأطعت صحيح. انتهى صحيح. يبقى لما يأتي الحكم أيضا سيسهل علي أننا يبقى بعد الخصام ستكون السعادة أرتضي بحكم الله وترتضي بحكم الله الله يكافئهم بالرضا بعد الرضا يكافئهم السعادة الإنسان يسعد جدا لما تلاقيه يسلم لله صحيح. عندما يسلم لله قلبه يمتلئ سعادة بالله جل في علا ويرزقه الله من الإيمانيات التي يستشعر بها الأنس بربه جل في علا حتى في الخصومات والنزاعات طالما الشرع يحكم المسألة بأسرها فيها تمام الرضا عن الله جل في علا والرضا عن الله جل في علا تستتم به سعادة المرء في الجنان قبل في الدنيا قبل الجنان صحيح نعم. فعلا هذا من النعيم معجل أن يرزق الإنسان بامرأة موفقة امرأة طيعة إن حدث بينهما أي تقول شرع يحكم أي نعم لما تروح تذهب لفلان وعلان لطوب الأرض وتشرد بالراجل وتقول ده تتفاقم المشاكل صحيح. وأقول لها أنت رخيصة أنت خسيسة وتقول أنت جبار شيطان وانت مظلوم دخلنا في وادي الجن والله المستعان هذا العراق كيف سيكون عراقا ناريا ولا نعم. نجد بعده أي صلح نعم. لكن لو شرع حكم صحيح لكن فعلا نحتاج فعلا إلى هذا الدفء وإلى العودة مرة أخرى إلى تحكيم شرع الله عز وجل حتى في بيوتاتنا هو هذا السعادة لا تكون إلا بذلك يعني بحسن الاتباع وحسن الاقتفاء وحسن الائتساء به صلى الله عليه وسلم الله حتى في الخلافات إن حدث بين الرجل وبين امرأتي أي خلاف خلاص نلجأ إلى الشرع ماذا يقول الشرع فيما بيننا خلاص والله أنت مخطئ أنت مخطئ بين الله إيه هذا يكون. أنت أصلا سعادتك ستكون مش بالحلول الحلول خلاص موجودة وسهلة جدا لكن ارجع لمن يتقنها وارجع إلى الأرض الصلبة التي يعني وحتى أصلا في مسائل كل الخلافات لا حلول هنا إيه؟ فارجع إلى هذه الأرض الصلبة حتى ترى أنك قد وصلت إلى مرضات الله جل وعلا وعندما تسلم ترى راحة القلب إيه؟ براحة القلب تكون راحة البدن إيه؟ ترى بعد ذلك الأنس بالله الأنس بالله هو أتم السعادة سعادة الروح سعادة القلب سعادة البدن نعم صحيح. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في الدارين آمين آمين وأن يعني يجعل حياتنا كلها مليئة بالسعادة آمين والسرور آمين والفرح والحبور آمين والحبور أنا وأنا في غاية سعادتي وجلوسي إليك صدق أحسن الله عليك هذا فضل الله أن يبارك في عمرك شيخنا أمين. وأن يحفظك وأن يطيل بقائك في طاعتك اللهم أمين أيها الإخوة في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر التقديري والعرفاني لشيخنا فضلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار شكر الله لكم شيخنا رضي الله عنك وجعل الله ذلك أخلص الوجه لله الكريم ما كان الله دام واتصل يا رب اللهم استجب يا رب جزاكم الله خيرا كذلك نتوجه أيضا لكم أنتم أيضا بخالص الشكر والتقدير والعرفاني لحسن المتابعة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه أمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.